السلام عليكم مشاهدينا الكرام في قناتكم English Language لتعلم اللغة الإنجليزية. اليوم اخترنا لكم درس مميز السؤال ثم الجواب عن السؤال. درسنا لليوم يتمحور عنوانه على like زائد فعل زائد ing like plus verb plus ing. سنتعرف على هذه الجمل في هذا الفيديو، تابعونا. هذا الفيديو مختلف قليلا عن الفيديوهات السابقة. اليوم سنعطي سؤالا ثم سنجيب عن السؤال بدون أن أطرح القاعدة، فقط سنفهم عن طريق الأمثلة كما العادة. أول سؤال هو dogs بين قوسين like eat، يعني يجب علينا أن نصرف like eat. okay meat and bones، meat and bones. الكلاب تحب أكل اللحم والعظام. ننتقل إلى الجواب. الجواب كالتالي dogs like eating meat and bones، dogs like eating meat and bones. كما تلاحظون هنا like زائد eat هو فعل، to eat زائد ing. like هنا جاءت بمعنى يحب، يحب، لأن like ربما ستأتي بمعاني مختلفة كثيرة. لقد وضعنا المعاني التي تأتي فيها like في فيديو من الفيديوهات. إذن dogs الكلاب، like تحب، eating أكلة، meat اللحم، and bones العظام. إذن لماذا لم نفعل like to؟ لماذا لم نكتب dogs like to eat meat and bones؟ أوكي؟ لأننا نستعمل like to عندما يتوجب علينا فعل ذلك للحفاظ على صحتنا مثلا. أوكي، هنا الكلاب تحب أكلها، يعني تستمتع بأكل اللحم والعظام. يعني ليست خاطئة أن نقول dogs like to eat meat and bones لأنها تحب ذلك، ليس لأنها ترى أن اللحم والعظام مفيدة لصحتها، ولكن تحب أكل العظام واللحم فطريا. إذن dogs like eating meat and bones. ننتقل لمثال آخر لكي نفهم أكثر. السؤال الموالي my cat like flash sleep between brackets، يعني like and sleep وضعناها بين قوسين لكي نفكر في التصريف. on my bed، on my bed. إذن my cat قطتي، like sleep يعني تحب النوم في ماذا؟ في سريري. إذن سنعرف الجواب. إذا كنت تريد أن تفكر أكثر يمكنك أن توقف الفيديو. الجواب هو my cat likes sleeping on my bed، my cat likes sleeping on my bed. هنا my cat قطتي، likes أرأيتم هنا أضفنا s، لماذا؟ لأن cat تعوض ضمير it، تعوض ضمير it. إذن سنقول my cat likes، لماذا؟ لأن like مصرف في present في الحاضر البسيط. إذن سنقول likes، لماذا؟ لأن he و she و it عند تصريفها في الحاضر البسيط نضيف s في نهاية الفعل. My cat likes sleeping on my bed، قطتي تحب النوم في سريري. إذن sleeping تحب النوم في سريري. ننتقل إلى المثال الموالي monkeys between brackets like climb، like climb بين قوسين trees الأشجار. القردة تحب تزلق الأشجار، يعني ماذا سنقول؟ monkeys like climbing trees. كما تلاحظون في المثال الأول
climb تكتب climb ولكن ب لا ننطقها لأنها جاءت صامتة. إذن climb climb. Monkeys like climbing trees. Monkeys like climbing trees. القردة تحب تسلق الأشجار، يعني تحب. سأقف في هذه النقطة لكي أوضح الأمر أكثر. سأعطيكم مثال فقط شفويا لكي تفهموا لماذا نقول like climbing ولا نقول like to climb. مثال: I like eating fruit. I like eating fruit. أنا أحب أكل الفواكه لأنها تعجبني، لأنني أستمتع. إذن I enjoy eating fruit يعني أستمتع وأنا أكل الفواكه. وإذا أردت أن أقول أنني أرى أن الفواكه مفيدة لصحتي وعرفت أنها ضرورية لصحتي، سأقول I like to eat fruit. I like to eat fruit يعني means that I think that it's good to eat fruit يعني إنه من الجيد أن آكل الفواكه لأنها healthy. It's healthy يعني صحية. لذلك سأقول I like to eat fruit. ولكن إذا أعجبني واستمتعت بذلك سنقول eating. I like eating. Okay. Monkeys تحب تسلق الأشجار. إذن monkeys like climbing trees. Like climbing trees. ننتقل إلى المثال الموالي. هنا أيضا rhinos between brackets like swim in the river. بين قوسين like swim يعني سنصرفكم. إذن rhinos. Rhinos هي وحيد القرن. هو وحيد القرن. Rhinos in the river يعني ماذا سنقول؟ سنكتشف الإجابة. Rhinos like swimming in the river. Rhinos like swimming in the river. يعني وحيد القرن يحب السباحة في النهر. Like swimming in the river. Like swimming in the river. مثال آخر: The giraffe. The giraffe between brackets like eat leaves. The giraffe. وضعنا الزرافة. إذن the giraffe الزرافة like eat يعني تحب أكل leaves. The giraffe likes eating leaves. The giraffe likes eating leaves. The giraffe الزرافة likes eating تحب أكل leaves أوراق الأشجار. The giraffe likes eating leaves. إذن الزرافة تحب أكل أوراق الأشجار. السؤال الموالي: zebra. Zebra like run بين قوسين on the plains. Zebra like run on the plains. Zebra يعني الحمار الوحشي like بين قوسين run on the plains يعني ما هي الإجابة في نظركم؟ أنا متأكدة بأنكم تعرفون الجواب. الجواب هو zebra likes running on the plains. A zebra likes running on the plains. الحمار الوحشي يحب الجري في السهول. Zebra likes running on the plains. المثال الموالي هو elephants like drink water. Elephants likes drink water. إذن الفيلة تحب شرب الماء. Elephants like drink water. إذن الجواب عن هذا السؤال هو elephants like drinking water. Elephants like drinking water. إذن elephants
الفيلة like drinking تحب شربة الماء water. Elephants like drinking water. إذن سيداتي وسادتي لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا جزيلا لكم على مشاهدته، شكرا لكم على دعمنا، المرجو الضغط على الزر سبسكرايب أو الاشتراك والضغط على الزر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتكم English Language لتعلم اللغة الإنجليزية. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.